براسي مغفل خرج من الدار وحق الله. والولايه ديال موسكو واخدين داكشي بجديه، سدوا لا صالات سدوا كلشي. دابا كاينين في السونتر فيل باش نشوفوا الاجواء ديال الكورونا في روسيا كي دايره، مع العلم انهم صراحه ما مسوقينش ولكن حنا دايرين الاحتياطات ديالنا كاملين. غافل خرج من الدار وحق الله، جيت للجامعه ما خلاونيش ندخل للكساد ديال الجامعه، وانا استاذه هي سبابي في هادشي كامل. واحد الساده قالت لي خصك تجي عندي ضروري نهار اثنين في الوحده باش تشوف لي واحد البريزنتاسيون. كنت قالت واحد البريزنتيشن. ايوا فاش جيت قلت لسامعه جيت قال لك خصك تعيط لها. جيت عندك اختنا اللي في الريسبشن قلت لها عطيني التليفون باش نعيط، نمره التليفون عيطت هذا قالت لي ما اصلا هي ما كايناش هنا ما جاتش اليوم. شوف ما فيها باس، تخرجوا تشوفوا معنا الاجواء كي دايره، حتى تشوفوا بنادم الدنيا باقي عامره، بنادم ما مسوقش. شو المعاناه ديالي مع النضاضر، حيت كيش كيولوا النضاضر. شو النضاضر كي كيولوا، المعاناه ديال الناس ديال النضاضر في الشتاء وفي كدير الماسك داك الهواء السخون كيطلع. لحد الساعه وانا كنصور هادي واصله روسيا. دابا الحالات اللي في روسيا وماشي 300 وشي حاجه، وعدد الوفيات واحد الوفاه. ولكن المونتاج ديال هذه الحلقه ولا ديال هذا الفلوغ غنكتب لكم العدد اللي وصلنا ليه وانا كندير المونتاج. قلت لكم دابا حاليا وانا كنصور واصلين 300 وشي حاجه، ولكن من كندير المونتاج ندير لكم التحديث ديال شحال الحالات. من الاحسن انا خليت نمشي للدار حيت هذا الماسك كنهضرش مقاد وكيبقى داك النفس ديالو كيخطر لي على النضاضر معد. شي دابا كيولات عاوتاني الزاج هاد النضاضر، شوف كيولاو النضاضر. لهذا خليت نمشي للدار ان شاء الله نضرب راحتنا وما يعادينا حد من عادو حد. بعد ما رجعنا للدار بدا هي الاولى درنا واحد البرق. لا ماشي هي الاولى، اول حاجه غسلنا ليدينا، عقمنا الكاميرا باش كنصورو، عقمنا التليفون، عقمت النضاضه تاعهم، اي حاجه كانت في الزنقه من الحوايج كيتبدلوا. عاد كندخل للدار. او محمد راه هو فين هو؟ عمر لينا واحد البراده تاعي الصراحه كنت حاكرو ولكن طلع براده تاعي زوين. دابا غادي نهضروا شي شويه واقعيين. اول حاجه واحد التحيه كبيره للاطباء في المغرب، الحكومه المغربيه، اي واحد ساهر على سلامه ديال المغاربه، لانني انا هنا دابا عايش في روسيا. وصلنا دابا تقريبا شي قبيله قلت لكم راه وصلنا 300 عاود تحققت لقيت راه وصلنا 400 وشي حاجه ديال الحالات، زاد اكثر من 70 حاله اليوم. ومع ذلك باقا ما واخداش الحكومه الروسيه، وحتى تقدر تكون واخده واحد الجديه في المنطقه ديال موسكو، في موسكو والولايه ديال موسكو واخدين داكشي بجديه، سدوا لا صالات سدوا كلشي. بنادم ما عارفش كيفاش دايره القضيه، لكن اللي كنقرا في الاخبار كيقولوا سدوا كلشي. علاش قلت لكم باللي اصلا نقول المغرب على هادشي اللي دا؟ ماشي فقط روسيا اللي باقي ما داروش هاد الحاج، وسلطات الشارع والعقر وداكشي، راه حتى دول فحال تعطلت، المانيا براسها تعطلت، واسبانيا وايطاليا. اسبانيا وايطاليا دابا وصلوا واحد المرحله عاليه، ولكن المانيا حتى هي دابا وصلت شي كدا 25000 حاله، امريكا كذلك وصلت شي 30000 حاله واقيله بدول اكثر. يعني كتشوف ان دول عظمى ودول بالنسبه الارقام اللي قلت
قلت راه باينه انني صورت الفلوق قديم، حيت كاين بعض المواد صح ليا لتحت في لي كومونتير، هادو راه ارقام قدام نجددو. دابا الناس وصلوا في 100000 اكثر فار، وما خداوش الاحتياطات ديالهم وبقاو كيستناو حتى شوف فين وصل المرض. دابا روسيا كي كنقولوا ها هي فيها 400، واخا هكاك ما دارش واحد الحظر في العالم كامل. انا كنراقب واحد الموقع ديال الطيران، كيبان لي باقي طائرات كيجيو من بلدان اخرى، سواء من اسيا سواء من تركيا، مع العلم ان تركيا راه فايته روسيا، راه واش هي شي 1000 حاله دابا ولا اكثر. ومع ذلك روسيا ما سدتش المدار الجوي ديالها. مع شنو كتسنى؟ كتسنى توصل بحال المانيا حتى يطبق اللي دارت المانيا واللي دارت الامريكان. خص هادشي يدار دابا. المغرب راه يسد الحالات عليه، ولا مقيلا وصلنا 9 الحالات المغرب دار الحظر الجوي وداكشي. فنتمنوا غير الخير، واحد يبقى سد عليه بدارو، ما يستنى حتى شي واحد يقول ليه سد عليك في دارك ولا شي حاجه. كنت كتخاف على راسك وعلى ولادك وعلى والديك وعلى داكشي، سد عليك في دارك. هادشي اللي كاين، ونتمنوا الخير وصافي، نتمنوا الخير. اما بالنسبه لي انا شخصيا، انا شحال هادي عازل راسي، الاولاد ديالي شحال هادي ما خرجوا الزنقه. كنمشي غير النهارات اللي كتكون مثلا عندي واحد امتحان، كنمشي ما كنمشي نحضر الحصص باش نقرا وداكشي، كنمشي نحضر ندير اكزام ديالي ونجي في حالي. اليوم ثاني كنت ماشي على اساس ان عندي واحد الاكزام، قلت لكم بغيت نوري واحد العرض ولا بريزنتيشن لواحد الاستاذه، هي اللي قالت لي جي في الوحده. داكشي فاش مشيت ما لقيتهاش، وما دابا خصني نتواصل معاها ونشوف الامور كيفاش غدوز داك الامتحان داكشي. الدار ما تعقل يقول لك لا انت ما جيتيش. المهم انا نشرح لها كلشي، نصيفط لها ايميل ونشرح لها شنو كاين، باش مستقبلا تكون حيدتي بعدا انت، ما يكونش الغلط ديالك، حيدتي داكشي اللي عليك. كيبقى ديك الساعه الكره مليوحه على يد دبر راسها، شو دير لي امتحان اونلاين سوا تيدوز هادشي، وديك الساعه عطيني النقطه ديالك. قبل ما يتسال الفيديو، لا قبل ما نسال الفيديو، باش ما نكونش عاوتاني قلت شي حاجه ماشي هيك، حيت باش تكون واضحين انا هضرت على هذه المدينه فين ولا هذه الولايه فين عايش انا، كيفاش التعامل. حيت باش نعطيكم واحد المعلومه بسيطه، الناس اللي ما كيعرفوش السيستم ديال روسيا، روسيا اول واحد الدوله الكبيره بزاف، راه 17 مليون كيلومتر مربع، 17 مليون كيلومتر مربع ومفرقه بزاف، وكل ولايه كتعطي قرارات بحال الميريكان. دابا راه كاين شي ولايات في الميريكان باقي ما حبسوش، انا كنشوف شي دراري قال لك باقي شي ولايه منهم كيخرج، كنشوف شي يوتيوبر عرب شي ولايات باقي ما حبسوش، باقي كيخرجوا كيمشوا عادي. داكشي كاين شي ولايات اخرى اللي حبسوا، بحال مثلا الولايه ديال كاليفورنيا سمعت راه تحبس. داكشي اللي كاين هنا راه مثلا هاد المدينه واخا فيها 11 حاله و 12 حاله، باقي يلاه دابا يلاه حبسوا القرايه وداكشي. اما موسكو وصلت شي 190، راه على ما كيقولوا بعدا في الاخبار، الدراري عايشين في موسكو، الدراري عايشين في سان بيترسبورغ، الدراري عايشين في ولايات في روسيا اخرى، في مدن اخرى، كيقراو يعطوني في الكومونتير كيفاش دايره الاجواء عندكم، واش كتشوفوا باللي بحال هاد المدينه واش رواسه ما مسوقينش. كنهضر على الشعب، كنهضرش على الحكومه، باقي كنزيد نسطر على الشعب. وهادشي اللي كان في فيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون عجبكم الفلوق ديال اليوم. كيف العاده نتلاقاو في فلوق جديد ولا في فيديو جديد، ما عرفتش واش غنبداو فلوقي، وحيت انا غادي نسد عليا ان شاء الله 15 يوم مادام سدت الجامعه، وقع عندي ما ندير على برا، نعاس الراحه، نتعلم شي حاجه جديده، نستغل هاد 15 يوم باش نتعلم شي حاجه جديده. شي ما تعرف، انا ديما كنقول لكم الواحد ديما يجرب، الواحد ديما يحاول يتعلم اشياء جديده، ما تعرف تلقى راسك كتقن شي موهبه اخرى وانت ما عارفش. فاستغل هاد الوقت، هذا افضل وقت انك استغلوا تعلم اشياء جديده، لغه فوتوشوب ولا مونتاج ولا اي حاجه بغيتي تتعلمها، انت عندك الوقت، انت جالس هما مانعينك انك تخرج، قالوا لك جلس دارك باش ما تعادي حتى شي واحد. استغل هاد الوقت الاخوان، تهلاو في راسكم، خلي لي كومونتير لتحت، بارطاجي الفيديو، وما تنساش دير واحد الجرس باش يبقى يوصلك النوتيفيكيشن. تهلاو، ويا ربي تشافينا، ويا ربي تحيد هاد الباء وباء. Called, I got too faded off the wet. Said your name, but I forget. Now you lying in my bed, and I'm just stuck at 1%. Blunt in my hand, ashes on my pants.